السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه علاء صفاء ومروه. ان شاء الله اليوم غنصايبوا هاد الكوزه وفي الجناب ديالها اللوايه. تابعوني حتى الاخر تاع الفيديو. دابا بسم الله غنبداو. ديجا بديت الكوزه، اصلا ديجا وريتكم الكوزه. دابا انايا غندير الكوزه الوسط، وفي الجناب هنايا غندير اللوايه. انا بغيت غير نوريكم دابا هنا شويه كيفاش تخدموا بلا ما تضربوا في الثوب، يعني من هنا ومن هنا تتبقى غاده غير طالعه غير هكاك بلا ما تضربوا في الثوب. ملي غديروا اللوايه هي اللي غتضربوا في الثوب. نوريكم دابا كيفاش انا دابا هنايا طلعت، ودابا غنرجع ندير هاد الغرزه. صافي غنخدم، غادي نبقى خدامه عادي حتى نكمل حتى الراس. الكوزة راه ديجا خدمناها معاكم، غير بغيت نوريكم غير هاد الجناب كيفاش تخدموهم. وانا الغارض بيا نوريكم اللوايه في الجناب كيفاش تلصقوا اللوايه مع الكوزه. دابا انا بقات ليا غرزه وحده، وانتوما غنضرب هنا وغندير الخيط من لهيه، وغنرجع في نفس الغرزه اللي ضربت. بحال هكا صافي، وغترجعو ديما تتبقى عندنا هاد الخريصه بحال هكا هي اللي تنبقاو نشدو فيها. هيا انا غنرجع ونوريكم تاني بالجهه الاخرى. غنزرب باش ما نطولش عليكم الفيديو. غنفتحوا الكوزه عادي ملي نكونوا راجعين. دابا انا كملت هاد الكوزه، انا سديتها، وملي غنكونوا طالعين غنفتحوا الكوزه عادي كما كنا خدامين في كوزه عاديه في الثوب. دابا هنا هانتوما انا خشيت دابا الضربه عاديه، وغنجي لهنا وغندير هذيك الخريصه بحال هكا، شفتو؟ صافي ورجع عادي. وغنكمل القياس اللي تقدروا تبقاو غاديين بها حتى تكملوا. انا غنكمل غير القياس اللي غندير فيه اللوايه وانا راجعه معكم. دابا بعد ما كملت هانتوما هنا، دابا نبدا معاكم. وي خدمت غير شويه هنايا، ودابا انا طالعه خليت ربعات الغرزات ثلاثه الرابعه. دابا ما غنضربش، ما عنديش غرزه انايا، غنخدم كما خدمت هادو بحال ما غنرجع لهذيك الربعه حتى الثوب ما غاداش ندير فيه الغرزه. دابا
غنبقى غادا خدامه غير هكا، يعني ما غنضربش في الثوب، ما ضربتش هنا وما ضربتش هنا. نتوما غنبقى غادا حتى ناخذ داك العدد اللي بغيتي. انا غندير 12 غرزه يعني في العلوم. هذه خدمه اللوايه، تتبقى غاده خدامه هكا، من بعد غاده تلوي. يعني كما خدمت هنا حتى هنا بحال ما هكاك. غنبقى حتى نطلع 12 غرزه وانا غنرجع معكم. دابا بعد ما طلعت هنايا غير ب 11، واحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، صافي. وهاي بحال ما كنت نشدها تلويها، نضرب في التوب كدا، وغنخدم على هاد الغرزات. واحدة، جوج، ثلاثة، الغرزة الرابعة، دابا غنجي هنا ونضرب في الرندة. ودابا نرجع ليهم عادي. نهبط على دوك الغرزات الربعة، ما بين اللواية واللواية غندير 4 طلعات أو 5، نشوف على حساب المسافة اللي بغيت نخلي. نتوما وشحال بغيتو تخليو. دابا غتبقاو تضربوا في التوب وتضربوا في الرنده حتى تشوفوا العدد اللي بغيتوا تخلوا الفرق ما بيناتهم. ومن بعد راكم نتوما تتغشيوها في التوب من الداخل. هذه عندها قفطانها يعني دفينه. نحتاج نغاشي التوب. وهذا هو الشكل ديالها، وان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي. ما
غديروا كيما هاد الجهه كيما هاد الجهه، غتبقاو غادي خدامين الوسط بوحدو والجناب بوحدهم. نتلاقاو ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي كيفاش تتجي هذيك اللوايه في الجناب. وسمحوا لي الا ما وريتكمش هذيك الزوائق الوسط، ان شاء الله يعني تكون عندي الفرصه ثاني ونصايب لكم هذيك العش اللي تيجي بالعقيق بحال ما هكاك. ان شاء الله نصايبو لكم في شي فيديو اخر، وان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم ومع اللايك واشتراك. وتنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. السلام عليكم.